وشلنا عمد نتلاق ويا المحبوب يسوع المسيح كتير ونفسنا المشتاق بكلمة حياة وردا تسبيح فعرش النعمة في معونة ورحمة بيسوع نتقدم وإحنا غطين ده رئيس كانتنا وفادي حياتنا والباب مفتوح لينا في كل حين برحب بيكم أحبائي المشاهدين في كل مكان حول العالم وحلقة جديدة وكمان موسم جديد من برنامج عرش النعمة. بنشكر رب من أجل الوقت اللي فات الرب باركنا فيه بحلقات كتيرة درسنا فيها كلمة الله وأيضا اختبرنا وتمتعنا كمان بالحضور الإلهي بالتسبيح. شارك في البرنامج عدد كبير مرنمين الممسوحين الرائعين المباركين فعلا والعازفين طبعا. واحنا بنبدأ الموسم الجديد بتاعنا والوقت الجديد بتاعنا بنشكر رب من أجل كل التأثيرات وكل البركات وكل الثمر اللي الرب باركنا بيه عن طريق البرنامج من تشجيع مؤمنين ومن كمان ناس جات للمسيح ومن بركة كبيرة لجسد المسيح حول العالم في كل مكان لكل ناطقين باللغة العربية. أنا برحب بيكم في اسم المسيح، لكن كمان اسمحوا لي في بداية الحلقة دي أرحب بصديقي وأخويا الكبير وخادم الرب الجميل مرنم الحلو اخويا بهجت عادلي. اهلا بيك اخويا بهجت. اهلا بيك يا اسيس، شرف ليا ان انا اكون معاك في اول حلقه في الموسم الجديد. ده شرف ليا، انا مبسوط قوي ان الاخ بهجت يعني معانا في اول حلقه في الموسم الجديد دي فعلا، وبشكر رب من اجلك اخ بهجت. الاخ بهجت واي مرنم هو مش ضيف في الحلقه لكنه هو مشارك في الحلقه دي، يعني هو وانا واي مرنمين وكمان الاخوات العازفين احنا كلنا مشاركين في الحلقة، مفيش فينا ضيف وفينا مذيع. يمكن يكون البرنامج بتاعنا طبعه مختلف شوية عن أي برامج، لكن احنا كلنا جايين نسبح الرب. فبرحب أخويا بهجت مرة تاني، وبرحب بإخواتي بقى الشابات الرائعات ساندرا وسيلفيا اللي بيعزفوا معانا، وكمان كل إخواتي المشاركين التيم الكبير ولاد الكنيسة الرائعين المؤمنين كلهم اللي خلف الكاميرات وفي الكنترول رومز اللي فعلا بيباركونا بهذه الخدمة في اسم الرب يسوع. احنا هنبدأ وقتنا بالتسبيح، لكن قبل ما نبدأ وقتنا بالتسبيح عايز اقول ان احنا خلال الاسابيع القادمة هنكون بندرس مع بعض رسالة رائعة قوي قوي قوي. ايه هي الرسالة دي؟ رسالة بطرس الرسول الاولى، وهي رسالة مش طويلة، 5 اصحاحات فقط، والرسالة مش طويلة دي مليانة بالحق الكتابي وبالتعزية الالهية ومليانة ايضا بالنور. الرب فعلا عايز ينور قلوبنا بنور الكلمة. ففي الأسابيع الجاية هنكون بندرس مع بعض هذه الرسالة. شجعك أثناء التسبيح لو مش معك كتابك المقدس تقوم تجيب كتابك المقدس وورقة وقلم عشان تكتب معنا ملاحظات وتتمتع كمان بالتسبيح والحمد والشكر للرب وإحنا بنرنم مع أخونا بهجت. فضل أخونا بهجت. شكرك. وسط الأزمات وعدك مضمون، من بين ألمات ترفع وتصون، وسط الأزمات وعدك مضمون، من بين ألمات ترفع وتصون، تسبيح يعلى لك ويزيد ونفوس تتحدى الأتعاب، بإيمان تتحقق مواعيد وملكنا ده رب الأرباب، تسبح يعلى لك ويزيد ونفوس تتحدى الأتعاب، بإيمان تتحقق مواعيد وملكنا ده رب الأرباب، أعلى الأسوار بندوس عبرين ولا يوم نحتار وياك غالبين، أعلى الأسوار صابرين ولا يوم نحتار وياك غالبين، تسبيح يعلى لك ويزيد ونفوس تتحدى الأتعاب،
دايما يتحقق مواعيد وملكنا ده رب الارباب تسبيح ونفوس بايمان تتحقق مواعيد وملكنا ده رب الارباب افرح وشفاء غفران بايمان واياك يا رجاء كل الازمان افرح وشفاء غفران بإيمان وياك يا رجاء كل الأزمان نسبح يعلى لك ويزيد ونفوس تتحدى الأتعاب وملكنا ده رب الأرباب نسبح يعلى لك ويزيد ونفوس تتحدى الأتعاب بإيمان تتحقق مواعيد وملكنا ده رب الأرباب هللو أنا قلبي يسجد ليك هللويا أنا قلبي يخضع ليك يا حامل مذبوح عني يلي مت بدالي وشايل كل أحمالي في السماء تشفع فيا عمري ضاع واشتريته قلبي تاوي لقيته وفتحت لعنيا يا إلهي أنا قلبي يسجد ليك يا إلهي أنا قلبي يخضع ليك يا حامل مذبوح عني ليك المجد والكرامة والبهاء بتغيرني ليك المجد والكرامة والبالك علامة سلطانك بيحررني ليك القوة والجلال من البشر أبرع جمال نعمتك بتغيرني يا إلهي أنا قلبي يسجد ليك يا إلهي يا إلهي يا إلهي أنا قلبي بيخضع ليك يا حمل مذبوح عني أنت اللحن اللي بغني هايم في كلامه معني نبض في قلبي وعايش أفضل عمر الجاي أحكي أنت غنايا وسر غنايا والتسبيح اللي هتف بيه شوت قلبي وقلبي سمايا ولذت عمري وعمري ما فيه لحن الألحان اسمك يا يسوع اسمك يا يسوع نغم الأنغام حبك يا يسوع رحلة حب تاخدني إليه وافتر حالي شاخص لي عطش الروح بنادي عليه ساكن فيا وساكن فيا انسى مكاني وانسى زماني وانسى الكل وافكر فيه واسمع صوته بيملى كياني ده اللحن اللي انا عايش بيه لحن الالحان اسمك يا يسوع اسمك يا يسوع
هاليلويا. مبارك اسم الرب. لحن الالحان اسمك انت يا رب. انسى مكاني وانسى زماني وانسى الكل، ليس تجاهلا يا رب، وليس رب رفض للواقع، وليس كبت ايضا للظروف، لكن لانك انت رجائنا وانت يا رب فرحنا وانت كل ملينا. وفي يوم من الايام ستاتي يا سيد الرب لكي تاخذنا اليك، وحتى حيث تكون انت نكون نحن ايضا. هاليلويا. بشكر رب من اجل الترنيمات التسبيحات اللي قدنا فيها اخونا بهجت واخواتي العازفين. بشكر رب من اجل وقت العباده اللي بنقضيه مع بعض في عرش النعمه، بنلتقي فيه مع السيد في اسم الرب يسوع. لو عندك اي اسئله، عندك اي تعليقات، عندك اي طلبات صلاه كمان، ممكن تبعتها لنا على البلاتفورمز او المنصات او صفحتنا على الفيسبوك، او باي رساله تحب تبعتها لينا باي طريقه، نكون بنجاوب على الاسئله ربما اثناء الحلقه او بعد الحلقه او في الحلقات القادمه، وكمان بنحاول نكون نصلي من اجل طلبات الصلاه. عشان الوقت بتاعنا بيفوت بسرعه لانه مده البرنامج كلها ساعه واحده بس، فاحب اقرا مع حضراتكم اول ايتين من هذه الرساله اللي بندرسها مع بعض في هذه الحلقه، وهي رسالة بطرس الرسول الأولى إصحاح واحد، عدد واحد وعدد اتنين. تحب تفتح معايا كتابك المقدس تقرأ معايا، وكمان هتشوف الآيات دي موجودة على شاشة أمامك وأنت تشاهدنا في أي مكان كنت وفي أي ظرف تمر به. بطرس رسول يسوع المسيح إلى المتغربين من شتات بنطس وغلطية وكابدوكية وأسية وبثينية المختارين بمقتضى علم الله الآب السابق في تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح، لتكثر لكم النعمة والسلام. هقرأ معاكم كمان مرة تاني الآيتين دول وأشجعكم بتركز فيهم وإحنا بنبدأ دراستنا في هذا الوقت. بطرس رسول يسوع المسيح إلى المتغربين من شتات بنطس وغلطية وكابدوكية وأسية وبثينية المختارين بمقتضى أو بحسب علم الله الآب السابق في تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح، لتكثر لكم النعمة والسلام. مبارك اسم الرب لأجل الآيات الجميلة دي، مع أنهم آيتين لكنهم آيتين ممتلئين بالحق الكتابي، آيتين مليانين بالنور والإعلانات. وأصلي أن الروح القدس هو اللي يعلن ليك الكلمة في هذا المساء وليس نحن، لأن إحنا ما إلا أواني خزفية، والكنز هو الذي يعمل فينا، ونور الحق الإلهي يمر من خلالنا. نصلي دائما أن تكون قنواتنا قناة معدة مستعدة لكل عمل صالح. الرسالة دي الحقيقة بتبدأ باسم كاتبها بطرس، والحقيقة بطرس يعني شخص مشهور، يعني غير ما فيش أشهر من بطرس. هذا الشخص اللي كان دايما عنده روح الزعامة، دايما هو أخد الخطوة الأولى، دايما هو اللي بيرد على الأسئلة. فاكرين لما الرب سأل من تقول الناس إني أنا؟ فدايما كان بطرس متبرع بالحديث، يعني متحدث الرسمي دايما. دايما كان كمان يعلن عن اللي جواه، عنده مشاعر فياضة. فلما الرب قال أنا رايح أموت، قال له حشاك يا رب إزاي تموت؟ ولما الرب في الآخر قال خلاص أنا أتصلب، قال له أنا حتى إلى الموت. دايما كان عنده هو روح الزعامة والاندفاع والحماس ومتكلم. حتى انه بطرس ما كانش بس اسمه، لكن كان ليه كمان اسم اخر اسمه سمعان. حتى كان الرب ناديه اوقات سمعان بطرس واوقات سمعان يا ابن يونا واوقات بطرس. تغير اسمه لبطرس طبعا لانه صار مرتبط بمين؟ بالصخر الكامل صنيعه. بطرس معناها صخره، بالصخره صغيره. بطرس ده اللي كان عنده اندفاع وكان عنده دايما حماس، الحقيقه الرب استخدمه استخدام غير عادي. الرب أعطاله أيضا دور رهيب في بداية الكنيسة في تأسيسها، إنه هو أول واحد بشر اليهود الذين كانوا يأتون ليعيدوا في وقت عيد الخمسين، وهو أول واحد أيضا بشر الأمم في بيت كرنليوس. بطرس الحقيقة هذا الرجل اللي كان مندفع، اللي كان عنده غيرة، أوقات غيرة جسدية وأوقات حماسة، ودايما عنده محبة للرب، وعنده أوقات تردد وعنده خوف. فاكرين بطرس هو اللي راح يتصيد يعني بعد ما الرب قام من بين الأموات. بطرس دوت بيذكرني بيا في صراعاتي مع الظروف، في صراعاتي مع الضعف، في خوفي من اللي بيحدث حواليا. بس عارفين بطرس يوم الخمسين، هذا الرجل الذي كان مندفعا في مواقف كثيرة، إما اندفاع يقول إيه أنا معاك يا رب، أو إما اندفاع بعيد عن الرب. لما حتى قالوا له أنت لغتك تظهرك وأنت كنت معاه وأنت شكلك زيه، قال لك ولا عرفه ولا عمري شفته في حياتي. شوف اندفاع حتى في إيه؟ في التراجع.
هذا بطرس الذي وقف أمام آلاف الناس. طب ليه بنقول آلاف الناس؟ لأن اليوم ده اتقابل مع الرب أو قبل المسيح كام؟ 3000 واحد، فأكيد كان في أكتر من العدد ده. وقف بثبات أمام الرب، ليه؟ لأنه امتلأ من الروح القدس. يقول الكتاب المقدس في سفر الأعمال صح 2، ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة، وامتلأ الجميع من الروح القدس. من ضمنهم كان مين؟ كان بطرس. وعندما امتلأ بطرس وقف بثبات، يعظ وعظته كانت عظة موبخة، قادت الناس للتوبة. إخواتي الأحباء، إن لم يكن وعظنا يقود الناس للتوبة فما قيمة وعظنا؟ وعظ بطرس هذه العظة، وبعدها تلا وعظاته القوة والثبات. ليه؟ لأنه امتلأ من الروح القدس. أدعوك النهاردة إن ما تاخدش موضوع الامتلاء بالروح القدس كأنه يعني اختيار، نختاره ولا ما نختاروش. لا يوجد عندنا رفاهية الاختيار يا جماعة. المؤمن الذي امتلأ من الروح القدس مؤمن مختلف، مؤمن يعيش عيشة فيها ثمر، فيها حياة رائعة، فيها قداسة، فيها شجاعة، فيها استخدام. بطرس هذا الشخص الذي كان يصارع دائما مع أمور كثيرة، صار هذا الرجل ممتلئا من الروح القدس، خادما للرب، واعظا، مشجعا. عشان كده بطرس لما جه كتب الرسالة دي كتبها بكلمات فيها تشجيع، لأنه الرب على فكرة وصاه، قال له يا بطرس ومتى رجعت اعمل ايه؟ ثبت اخواتك يا بطرس. قال له يا سمعان ابن يونا تحبني؟ قال له يا رب انت عارف انا بحبك. قال له طب ارعى خرافي. الرعاية محتاجة حب. عشان كده بطرس كتب الرسالة دي. قال لهم ايه بقى؟ قال لهم في اخر اصحاح، لو الكنترول يطلع الآية معانا، اصحاح 5 بطرس الاولى 5، بيقول كده في عدد 12 بيد سلوانوس اللي هو سيلة، اللي هو كان مع مين؟ كان مع بولس في كل رحلاتي. فبيقول بيد سلوانوس الاخ الامين كما اظن كتبت اليكم بكلمات قليلة. عامل ايه بقى الكلمات القليلة ديت؟ يعظ واعظا، وايه كمان؟ وشاهدا. يعني ايه واعظا؟ يعني مشجعا، يعني معزيا، يعني محضا، يحضهم على الثبات في المسيح. وإيه كمان يا جماعة؟ وشاهد. شاهد على إيه؟ شاهد على نعمة الله، شاهد على نعمة الله الحقيقية التي فيها نعمل إيه؟ التي فيها نقوم. هي عندي كلام كتير جدا على بطرس، لكن عشان الوقت ما يضيعش مننا، أنا عايز أخ بهجت ترنيمة. ترنيمة لو أخ بهجت، أنا عارفك دايما جاهز. وبعد الترنيمة أعزائي وأحبائي كل متابعين معانا، هنتابع مع بعض الدراسة بتاعتنا. بس تعالوا نرنم. الأخ بهجت مش بيرنم لنا، لكن إحنا بنرنم كلنا مع بعض. تعالوا نسبح الرب. اتفضل أخويا بهجت. أتحبني؟ 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 أكثر من أولى من قلبك والأحشاء، وإن أنكرتني سأظل واقفا هناك منتظر الرجوع. إني رأيت الدموع، ولا تنسى أني محبك ومخلصك يسوع. أتحبني؟ 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 لا تخجل من أثام أو تخشى من ظلام، من نظرون استنار وبدلت رمادا بجمال. فإن فسد الوعاء أو إن فقدت الرجاء، ففتيلة لا أطفئ، فأنا الألف والياء. أتحبني؟ 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 أحبك، أحبك، أحبك. من كل قلبي، من كل قدرتي، فحبك أسرني وأذاب قساوتي. خذني عند الصليب حيث الدم السكيب،
فلا أقدر إلا أن أجت سجودا يا حبيب. أحبك 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 أحبك. يا سيدي املأ قلبي بالحب لشخصك، حقق لي يا مطلبي واسكبه بروحك. دعني هللويا. نعم 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 يا اخ بهجت، احنا اكتر ما نحتاجه في هذه الايام اخواتي الاحباء ان يملا الرب قلوبنا بمحبه ليه، المحبه التي انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا، روميا 5. وعندما نحب الرب محبه حقيقيه نحب الاخرين تلقائيا يا جماعه، لن نحاول ان نحبهم، لن نبذل مجهودا. لما القلب يمتلئ من محبه الله بالطبع نحب الاخرين، اي حتى المختلفين معنا وحتى من يعادوننا. تعالوا مع بعض نرجع لدراستنا بعد الترنيمات الرائعة المعزية، أنا شخصيا بتعزى بيها جدا جدا. بطرس رسول يسوع المسيح اللي الرب أقامه يكون رسولا. بالمناسبة الرب كان عنده تلاميذ كثيرين وقت وجوده على الأرض، نقول 70 ممكن، نقول 120 ممكن، نقول 500 ممكن، بس الرب اختار من هؤلاء 12 رسول. اللي كان منهم مين؟ بطرس. بالعكس بطرس كان من ضمن الدايره الضيقه كمان، هو ويعقوب ومين ويوحنا، كان شاهد على كل ما صنعه الرب من معجزات من اقوال من امور. بطرس كان دايما بجوار الرب. طب بطرس كتب الرساله دي لمين؟ كتب الرساله دي هو بيقول كده الى المتغربين، الناس اللي عايشين في مكان غربه، الناس اللي عايشين في مكان مش بتاعهم، الناس اللي هم ربما يكونوا غرباء تماما او ربما يكونوا حصلوا على جنسيه ما بس هم مش من اهل البلد، هم تغربوا. تغربوا فين؟ في اماكن تشتتوا اليها، يبدو ان هم راحوا رغما عنهم. المتغربين من شتات. طبعا كلمه شتات دي هترجعنا لكلام تاريخي كبير، بعض الناس بيقولوا ان هم تشتتوا من جراء الضيق الذي جاء على الكنيسه اللي قرينا عنه في اعمال 8. أنا يعني مش مع الرأي ده قوي، لكن أنا مع الرأي إنه الشتات جه إزاي؟ جه من قبل ميلاد المسيح. سنة 722 قبل الميلاد المملكة الشمالية اللي كانت عاصمتها السامرة تشتتوا لأنهم بعدوا عن الرب. الرب قال لهم كده، هتعبدوا الأوثان، هتعبدوا الأصنام، هتعبدوا البعل، هتتعاقبوا، مش لأن أنا عايز أعاقبكم، لأن دي نتيجة الخطية يا جماعة. فالرب جاب مملكة أشور، خدت كل المملكة الشمالية اللي هي مملكة إسرائيل يعني. وبعدين على ثلاث دفعات بعد الوقت دوت، سنة 600 و 609 و 606 و 586 كمان، او يعني سنين متقاربه من اللي انا بقوله ده يعني، الرب كمان يعني ايه خلى الاعداء مملكه بابل تيجي كمان تسبي مملكه الجنوب اللي هي كانت عاصمتها اورشليم، اللي هي كانت سبطين بس، سبط يهوذا وسبط بنيامين. فاليهود اتشتتوا، جزء منهم رجع مع زروبابل، وجزء رجع مع عزرا، وجزء رجع مع نحاميا. وبعدين لما الرب جه بيتجسد كان اليهود موجودين في الارض، بس كمان ايه اللي حصل لهم؟ تشتتوا تاني زي ما ذكرت لكم في اعمال 8، وتشتتوا فيما بعد، يمكن يكون بعد كتابه الرساله دي، لان كان في اضطهاد كبير على اليهود وعلى المسيحيين كمان. فبيقول لهم انتم متغربين، نعم انتم لا تسكنون في ارضكم، ساكنين في محل مؤقت. كنت عمال افكر بقى من قيمه يوم كده وانا ماشي،
رايح مشوار، بقول كده في نفسي، معرفش ايه اللي خلاني اقول كده. انا بصراحه برتاح في البيت، انا مش عايز اروح حته بره البيت، مش عايز انام في حته بره البيت. بنروح مؤتمرات وبنروح لقاءات وبننام في اماكن، في منها الكويس، في منها كويس قوي، في منها الاقل من بيوتنا. يبقى في الاخر بيتي انا برتاح فيه، برتاح في اوضتي. لما اروح حته غريبه انا عايز اخلص وعايز ارجع بقى، مش بفكر كمان اذا كان السرير اللي نايم عليه مريح والبلد اللي انا عايش فيها جميله والناس بتوعتها حلوين ولا مش حلوين، مش فارق معايا، انا عايز ارجع لبيتي. هؤلاء كانوا متغربين يا اخواتي الاحباء، والغربه الحقيقه كانت عامله لهم ازمه كبيره. ليه؟ مش عايش في بلده، مش عايش في وطنه، متغربين عن ارضهم، متغربين عن ناسهم. لكن عايز اقول لكم كمان، المؤمن الذي يعيش في العالم هو متغرب عن الرب اصلا. طب تعالوا نفهم مع بعض كده كلام موجود جميل قوي في رسالة كورنثوس الثانية اصحاح 5. لو تفتح معايا كورنثوس الثانية 5، بيتكلم بولس الرسول لأهل كورنثوس عن الغربة الروحية التي نكتاز فيها. أقصد بالغربة الروحية الغربة التي عن الرب، إحنا قبلنا المسيح. طبعا في نوع ثلاث من الغربة، مش بس الغربة اللي هي البشرية ومش غربتنا عن الرب، لكن كمان الخاطي متغرب، ده غريب قوي، غريب قوي قوي عن الرب، قوي قوي، لا يعرف الرب، لا يعرف الرب. احنا الموجودين في العالم هنا احنا متغربين عن السماء. وهدي ملحوظة تانية بقى عن ان احنا كمان ناس غريبة، بس ما اقصدش غريبة يعني لابسين لبس غريب، شكلنا غريب، لا، اقصد بغريبين يعني الناس بتحس ان احنا، هو دول مين دول؟ المؤمن ده مين؟ ازاي ما بيكذبش؟ ازاي تنازل عن حقه؟ ازاي صمت امام الاهانه؟ انت غريب قوي، انت مش تاخد حاجه بايدك، مش تاخد حاجه بايدك، ده غريب. العالم ينادي خد حقك بايدك. فالمؤمن غريب عن الناس كمان. لكن تعالوا اقول لكم عن موضوع ان احنا متغربين عن الرب. بيقول في كورنثوس الثانيه 5 من عدد 1، بيقول لاننا نعلم انه ان نقد بيت خيمتنا الارضيه فلنا في السماوات بناء من الله، بيت غير مصنوع بيد. وايه كمان البيت ده؟ ابدي. فاننا في هذه ايضا لانه مشتاقين الى ان نلبس فوقها مسكننا الذي من السماء. وان كنا لابسين لنوجد عراء، مش عايز اقرا كل الكلام، لكن عايز اوصل لعدد 8 او نقرا عدد 6 و7 و8. بيقول فاذا نحن واثقون كل حين وعالمون اننا ونحن مستوطنون في الجسد فنحن متغربون عن الرب. احنا ما بقيناش لسه مع الرب، يا بخت اللي سبقنا وبقى مع الرب. لاننا بالايمان نسلك لا بالعيان، فنثق ونصر بالاولى ان نتغرب عن الجسد، وايه كمان بقى؟ ونستوطن عند الرب. المؤمن يا جماعه الذي يعيش هنا على الارض هو مش بس ربما يكون في مكان غير مكانه او متغرب عن اهله، ربما تكون انت قاعد في مكان بعيد، ربما تكون انت طالب بتدرس في بلد غير بلدك، فانت شعر بغربه، ساكن في مكان مش مريح ليك، ممكن تكون هاجرت غصب عنك، ممكن تكون هاجرت بارادتك وكنت متخيل ان المكان اللي هتسكن فيه رائع بس ما زلت شعر بحنين لبلدك طبعا. بس عايز اقول لكم اصعب غربه يمر بها الانسان المؤمن هو انه مازال متغرب عن الرب، مازال مستوطن في الجسد. لكننا نثق ونصر بالاولى ان احنا بقى نعمل ايه؟ نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب. هؤلاء كانوا متغربين، فين بقى موجودين؟ في شتات 5 بلدان او 5 مقاطعات، موجودين في شمال اسيا الصغرى اللي هي تركيا حاليا، بونتوس وغلاطية وكابادوكيا واسيا وبيثينية. قبل ما اكمل الدراسه بتاعتنا عايز ارجع تاني، هرنم ترنيمه طبعا، بس عايز ارجع تاني واقول ان بطرس اللي كان بيخاطب هؤلاء، بطرس اتكلم ليهم عن 3 موضوعات مهمه قوي قوي. اتكلم ليهم عن الالم، اتكلم ليهم عن المجد، واتكلم ليهم عن النعمه والرجاء. بس عشان نعرف الحاجات دي تعالوا نقرا مع بعض ونرجع نقول ايه هم 3 موضوعات الرئيسيه اللي اتكلم عنهم بطرس في هذه الرساله. فاضل اخويا بهجت. يا رب انني غريب، نعم، في طريقي للديار، فمتى تأتي حبيبي طالما وقت الانتظار، طالما وقت الانتظار. آمين تعالى كوعدك، آمين.
الرب يسوع ستأتي ربي عن قريب لاختطاف شعبك قلبهم طاق إليك والعيون نحوك والعيون نحوك آمين تعالى يا حبيبي آمين تعالى يا يسوع كوعدك آمين تعالى يا أيها الرب يسوع كوعدك يا أيها الرب يسوع أمين. أشكرك أخ باجت لك الترنيمة الجميلة ديت. يا رب إنني غريب في طريقي ذي الديار فمتى تأتي حبيبي طال وقت الانتظار. انتظر الرب، عندك شغف، عندك شوق، عندك لهفة تقابلي مخلصنا مخلصك. كل ما ارتبطنا بالأرض زاد، كل ما كلبشنا فيها. أخ باجت كتف الترنيمة الجميلة اللي هي مش فاكر اولها، خباجت ها افتح يا رب عيون شعبك، مش هنكلبش فيها، لا هي لينا طبعا، لا هيش لينا يعني، ولا احنا ليها. كل ما كلبشنا فيها، كل ما لهفتنا للسماء قلت، لكن كل ما خلاص بقت ارتباطاتنا بالارض قليله، كل ما شوقنا للسماء زاد. اخواتي الاحباء، اصلي من قلبي في اسم الرب يسوع ان الرب يزيد من شوقنا للسماء. مين يقول امين معايا وانت بتشاهدني الان؟ قول يا رب زيد شوق للسماء. انا متغرب هنا على الارض، نعم انا متغرب، انا منتظر يا رب هنا. عارفين عايز اقرا معاكم ايه الرب ذكرني بيها، موجوده في رساله العبرانيين اصحاح 13، بيتكلم فيها عن ان احنا نطلب المدينه العتيده اللي احنا مش عايشين فيها الان ولكن احنا منتظرينها. بيقول لان ليس لنا هنا مدينه باقيه، عدد 14، لكننا نطلب العتيده. ما عندناش مدينه هنا باقيه، لا عقارات، اللي عنده عقارات واللي عنده اطيان واللي عنده ممتلكات واللي عنده فلوس واللي عنده ذهب واللي عنده منصب واللي عنده مركز كل الحاجات دي يا جماعه لن تبقى، لكننا نطلب العتيده متغربين. طبعا يحضرني انه بطرس كتب الرساله دي اساسا لليهود الذين اصبحوا مؤمنين مسيحيين، بس مش بس لليهود، لكن كمان في اشارات هنا انها رساله كمان للامم. فلو تفتح معايا مثلا بطرس الاولى 1:14 بيقول كده كاولاد الطاعه، بطرس الاولى 1:14 بيقول كاولاد الطاعه لا تشاكلوا شهواتكم السابقه في جهالاتكم. كلمه دايما الشهوات وفي الجهاله متعلقه دايما بالامم. عندنا اشاره تانية للامم مثلا في بطرس الاولى 2:9 بيقول ايه في عدد 9؟ واما انتم فجنس مختار، كهنوت ملوكي، امه مقدسه، شعب اقتناء، لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمه الى نوره العجيب. عدد 10، الذين قبلا لم تكونوا شعبا. فدول مش اليهود، اليهود هم شعب الرب. مين اللي لم يكونوا شعبا؟ الامم. طبعا الرب كان عايز يعني في سفر هوشع مثلا قال لهم خلاص تبقوش شعبي، بس دي اشارات للامم هنا. واما الان فانتم شعب الله الذين كنتم غير مرحومين، واما الان فمرحومون. نفس الاقتباس اللي كتبه هوشع النبي بالذات كمان لما سمى اولاده له رحامه وله عمي وهكذا. في اشارات كثيره في هذه الرساله متعلقه كمان بالامم، ليس فقط اليهود، المتغربين في الشتات. في الشتات. قبل الترنيمه اللي كنا بنرنمها الجميله قوي مع اخونا بهجت، قلت لكم ان الموضوعات بتاعت الرساله دي جميله جدا. فبولس بطرس اتكلم اصلا، هي دي رساله لكي يشجعهم وهم يسيرون في الحياه متالمين. يعني اكتر كلام ذكر حوالي 15 ل 16 مره كلام عن الالم. طبعا المؤمنين اللي كانوا هنا مضطهدين. الرب يا جماعه يعني وعدنا بالرفقه في الحياه، لكنه لم يعدنا بحياه يعني كده ايه مستقرة. ده بالعكس، ده الرب كلمنا انه حياتنا كلها عبارة عن معركة وحرب، مش حرب يعني، لا، حرب مع عدو الخير، حرب مع اجناد الشر الروحية. اسلحة محاربتنا ليست جسدية. فاللي بينادي بانه الحياة هنا على الارض هي حياة رخاء طول الوقت ونجاح طول الوقت وغنى طول الوقت، يعني
ما مش اه الرب وعدنا بتزيد الاحتياج طبعا، والرب وعدنا بالنجاح، المؤمن مش فاشل، بس ايضا الرب قال كده في العالم سيكون لكم ضيق. بولس بيقول وهب لكم لاجل المسيح لا ان تؤمنوا به فقط بل ان تتالموا لاجله ايضا. فاتكلم بطرس عن الالم في مواقع كثيره، ما في عنديش وقت بس هذكر ايه واحده بس. بالمناسبه انا مبسوط جدا بالترابيزه اللي اتحطها لي دي في الايه في البرنامج ده، يعني بسند ايدي عليها بسند ورقي، مستمتع جدا بالترابيزه دي يا اخي بهجت. وبعدين عايزين كوبايه ميه المره الجايه يا شباب، احنا رقنا نشف عايزين ميه المره الجايه. طيب بنقول ايه بقى عن الالم. الالم بطرس الاولى 1:6 بيقول ايه في عدد 6 الذي به تبتهجون. به تبتهجون، ايه اللي بنبتهج بيه ده؟ خلاص مع انكم الان ان كان يجب تحزنون يسيرا بايه؟ بتجارب متنوعه. طبعا في تجارب متنوعه يكتاس فيها المؤمن. فاتكلم بطرس عن الالم زي ما يعقوب اتكلم عن الالم برضه. يعقوب بالمناسبه وجه رسالته لليهود الذين قبلوا المسيح، يهوذا اتكلم لليهود الذين قبلوا المسيح، بطرس وجه رسالته ديت ورسالته اللي بعدها برضه لليهود الذين قبلوا المسيح. ولكن مش معناه ان دي بس اليهود، ورساله العبرانيين بالمناسبه بولس كتبها للذين امنوا بالمسيح من خلفيه يهوديه، ولكن هذه الرساله ايضا موجهه لينا. كلمه الله يا جماعه كلها نافعه للتعليم، كلها نافعه للتوبيخ، كلمه الله كلها حيه وفعاله وامضه من كل سيف ذي حدين. فاتكلم ليهم عن الالم. طب هو بيتكلم ليهم عن الالم ما سابهمش كده، قال لهم يعني ايه بقى انتوا هتتالموا وهتطحنوا وهنتبهدل كلنا يا جماعه، كلنا هنتبهدل؟ لا في الم، لكن عندنا ايه يا جماعه؟ عندنا مجد ينتظرنا. هاليلويا مبارك اسمك يا رب. انا منتظر الوقت ده بصراحه. بس على فكره بطرس ما قالهمش بس عن المجد اللي هو العتيد، لكن كمان اتكلمهم عن المجد اللي ممكن نختبره واحنا على الارض هنا. ليه؟ لما نعيش حياه رائعه، لما نعيش حياه تعكس نور المسيح، عارفين اللي يحصل؟ الله يتمجد فينا والناس تمجد الله من خلالنا. انا نفسي اقرا معاكم ايه او اتنين، بس الوقت بتاعنا بيفوت الحقيقه. انا عارف هقرا معاكم ايه واحده او اتنين عن المجد. بيقول ايه بطرس الاولى 1:7 لكي تكون تزكيه ايمانكم وهي اثمن من الذهب الفاني. ها بطرس الاولى 1:7 مع انه يمتحن بالنار توجد للمدح والكرامه وايه كمان والمجد عند استعان يسوع المسيح. ده حتى ان بطرس عندما تكلم عن الالم تكلم عن الام المسيح في نفس الاصحاح اصحاح 1 بيقول كده عدد 11 اذ سبق فشهد الروح شهد في الانبياء اذ سبق فشهد بالالام التي للمسيح وايه كمان والامجاد التي بعدها. ان كنت تالم الان اعرف ان في مجد ينتظرك، مجد هنا على الارض ومجد هناك في السماء لن ينتهي، مجد مطلق، مجد غير محدود. الالام التي للمسيح الامجاد التي بعدها. عالمين ان خفه ضيقاتنا الوقتيه كورنثوس الثانيه 4 تنشئ لنا اكثر فاكثر ايه يا جماعه؟ ثقل مجد ابدي. لم يتكلم بطرس فقط عن الالم، لكنه كمان بيشجعني وبيشجعك عن ان في مجد ينتظرني، في كده حياه مجيده مختلفه، حياه احنا ما نعرفش شكلها بالمناسبه لانها ما شفناهاش لسه، ما شفناهاش. فان كنت تتالم لكي تتمجد معه، ده اللي بولس قاله لتلميذه تيموثاوس، ان كنا نتالم نتمجد معه. المسيح عندما تالم تمجد، ها صائرا في شبه الناس، وجد في رائة كإنسان، وضع نفسه أطاح حتى موت الصليب. بعدين إيه اللي بيقول بقى في فيليب 2؟ لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم. طب بطرس اتكلم بس عن المجد، عن الألم والمجد؟ اتكلم عن المجد والألم، لكن اتكلم عن حاجة تانية اسمها الرجاء والنعمة. عارفين ليه؟ لأنه كثيرين منا أوقات عندما يجوز في الألم يخور في الطريق، ولما بنسقط بسبب الضغوط والاضطهادات والتعب سقوطنا ده لا يمجد الله. طب ما الرب عايز يقول لنا ايه؟ الرب عايز يقول لنا خلوا بالكم في نعمه تحملك، في نعمه ترفعك، في نعمه تشد من ازرك، في نعمه ماليه حياتك. عايز اقرا معاكم ايه واحده، وبعتقد من وجهه نظر الشخصين دي ايه الرساله كلها. بعد كده نرنم ترنيمه مره اخرى مع اخونا بهجت. بطرس الاولى 5:10 الآية دي لما كل الكلام اللي احنا قلناه الثلاث موضوعات الرئيسية بتوع الرسالة اللي هم ايه؟ اللي هم الألم والمجد والنعمة والرجاء. بيقول ايه بقى؟ وإله كل نعمة، في نعمة، إله كل نعمة الذي ينعم علي نعمته فياضة لا استحقها. نعم ما دفعتش حاجة عشان اخدها، ما عملتش شيء عشان انالها، لكنه اعطاني. ليه؟ لانه كريم، لانه بيحبني. إله كل نعمة، عندي في ألم بكتس فيه، في مجد ينتظرني، ما بينهما سكة وطريق ومسيرة تمتلئ بنعمة الله. إله كل نعمة الذي دعانا إلى إيه؟ مجده الأبدي. أهو الموضوع المجد.
الأبدي في المسيح يسوع بعدما إيه؟ تألمتم يسيرا. يبقى هنا الألم عندي مجد في النص، في نعمة تحملني. هو يعمل إيه معانا يا جماعة؟ هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويعمل إيه كمان؟ ويمكنكم. وبيكمل بطرس بيقول إيه؟ له المجد والسلطان إلى أبد الأبدين آمين. الألم نعم نمر في ألم، عندنا إيه اللي بينتظرنا؟ مجد غير عادي. طب إيه اللي في النص؟ في نعمة تحملنا، في رجاء جوانا. الرجاء اتكلم عنه بطرس. لا يا عنديش وقت أتكلم عن الرجاء دلوقتي، لأن عايزين نرد مع أخونا بهجت، بعد كده نرجع نكمل دراستنا. ابقى معانا وإحنا بنسبح الرب. اتفضل أخونا بهجت. ما دمت ربي في طريقي لن أضيق لن أخور، عالما ما في الطريق ضامنا عندي السرور. في الطريق أنت لي، أنت سيد الوفي، وجهك يسير بي، منك عزيمتي حتى حين أضعف. تعمل دوما لخيري بل لراحة الفؤاد، واثق فيك يسوع طائع ولا عناد. في الطريق أنت لي، أنت سيد الوفي، وجهك أنت إلهي العلي. هللويا. في الطريق أنت لي، أنت سيد الوفي. عندنا رجاء في الرب. نعم الرجاء على فكرة مختلف تماما عن، أو مش عايز أقول مختلف تماما شكلا، لكنه مختلف تماما مضمونا عن الأمنية، عن الأمل. ليه؟ لأن الرجاء يحمل الثقة في داخله، عمقه وجوهره ومادة صناعته الثقة. الرجاء معناه مش أن أنا يا رب يمكن يحصل أنا أأمل، لا لا، ده أنا واثق فيك، عندي رجاء فيك. حتى أن بطرس بيقول إيه في إصحاح واحد عدد ثلاثة، بيقول مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي. طب في نفس الإصحاح بيقول في عدد 13 لذلك منطقه أحقاء ذهنكم صاحين. وعلى فكرة إبليس دايما بيجي يحارب ذهني. الاكتئاب بيصبنا في أذهاننا، الحزن بيصبنا في أذهاننا وثم مشاعرنا، القلق بيصبنا في أذهاننا، الغضب بيصبنا في أذهاننا. بيقول إلقوا منطقه أحقاء ذهنكم صحيحين، فالقوا رجاءكم بالتمام. عايز أقرأ معاكم آية كمان في موجودة في صح واحد برضو عدد 21، بيقول أنتم الذين به تؤمنون، تؤمنون بالله الذي أقامه من الأموات وأعطاه مجدا، حتى إن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. عندي رجاء فيك يا رب. مين يقول له يا رب أنا عندي رجاء؟ تحدي عندك النهاردة، عندك مرض في البيت، عندك مرض في جسدك، عندك مشكلة كبيرة في الشغل بتاعك، عندك ظرف صعب بتمر بيه، عندك فرصة ضاعت منك، ظلم واقع عليك، في ألم معين، في اضطهاد معين أنت بتجوز فيه بسبب إيمانك في المسيح. ربما تكون في بلد ما لا يسمح لك بالعبادة الصريحة والواضحة، وكمان تضطهد بسبب إيمانك. عندك ألم معين، عايز أقول لك انتظر مجد. لكن وانت بتسير في المسيرة دي قول له يا رب زد ثقتي فيك، فرجائي يبقى أكيد فيك، رجائي يبقى أكيد فيك. عايز انتقل سريعا في آخر دقايق من هذا الوقت الجميل المبارك اللي فات بسرعة قوي عن الأمر، الصفة التانية اللي وصف بيها بطرس هؤلاء، وصفهم متغربين،
واحنا قلنا ان الكلام ده موجه اصلا لليهود الذين امنوا بالمسيح، ولكن ايضا للامم لانه في اشارات ليهم. فقال لهم ايه كمان؟ انتم مختارين او انتم مختارون، لكن هنا المختارين فحسب الصرف يعني باللغه العربيه، المختارين بمقتضى علم الله الآب السابق في تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح لتكثر لكم النعمة والسلام. وأنا عارف أن موضوع الاختيار وعلم الله السابق من ضمن أكبر الموضوعات التي واجهت المؤمنين على مر العصور لفك شفرتها ورموزها. وبعتقد شخصيا أنه إن كان أحد يأتي ليقول مثلا أنا فاهم كل حاجة عن الاختيار، فاهم كل حاجة عن علم الله السابق، بعتقد أنه هيكون مخطئ لحد كبير. ليه؟ لأن أمور الله يا جماعة لا نستطيع بأذهاننا البشرية أن نحتويها. ما لو احتويناها يبقى ربنا مش ربنا، يبقى ربنا ده حد جامد قوي قوي بس هو زينا، صح ولا لا؟ ده احنا ما بنفهمش أوقات كتير. بلاش أنا لو جيت مثلا قعدت تشرح لي حاجات مثلا عن مثلا نظريات الفلك والعلوم اللي في الفضاء، هقعد اسمع منك وبعدين بعد شويه اقول لك ذهني بقى مجهد مش قادر افهم كل اللي بتقوله. ودي امور بشريه، واحد بشر بيقولها لي، ما بالكم بامور الله يا جماعه؟ كيف الانسان محدود ان يفهم غير المحدود؟ كيف الانسان نسبي ان يفهم المطلق؟ انا عندي ايمان شخصي بموضوع المختارين بمقتضى علم الله بالسابق، احب اشاركه معاك. ممكن تختلف معايا، ممكن اتفق معايا، اختلافنا لا يفسد محبتنا بعضنا البعض. لكن قبل ما أقول عن إيماني الشخصي، أنا عايز أأكد ليك شيء مهم، إنه محبة الله غير محدودة، وإنه كلنا مدعوين أن نعيش حياة، كلنا كمؤمنين مدعوين أن نعيش حياة ثابتة في المسيح، حياة فيها من الاجتهاد ومن المثابرة. وكلنا عندنا كمان ثقة إن نعمة الله غنية جدا، نعمة الله واسعة جدا، نعمة الله غير عادية للمؤمنين. فكلنا واثقين في محبة الله، كلنا واثقين في إيده، وكلنا مدعوين أن نحيا حياة قداسة. طبعا كلنا مدعوين لهذا. فبغض النظر عن اختلافنا لأي أمور، أنا بشجعك إنك ترتاح في نعمة الله ومحبته، وتقول له ساعدني أكون مجاهد ومثابر في حياتي معاك. المختارين، أنا عايز أقول كلمة المختارين أنا شخصيا أفهمها أنها المخلصين والمفديين. ليه؟ لأنه بيكمل بطرس وبيقول عن الثلاث أقانيم المشتركين في عملية الخلاص، بمقتضى أو بحسب، according يعني according بالإنجليزي يعني بحسب، بحسب علم الله. نعم الله يعلم كل شيء، الزمن بالنسبة له مش سابق وآني ولاحق، آني يعني الآن، الله ما عندوش اللي هو ايه ده احنا كنا زمان بنعمل كذا، ده انا اللي بقول كنت زمان. وما عندوش مثلا ده احنا بكره هنعمل كذا. الاخ بهجت وانا بعد ما نخلص الحلقه دي عندنا اجتماع اخر مع اسر متزوجين من مناطق كثير على زوم، فاحنا يمكن نكون هو انا عارفين بعد ساعه او بعد ساعه يعني يمكن دلوقتي عارفين هنعمل ايه. فاحنا عندنا زمن بيمر وزمن فات وزمن حالي. الله ما عندوش موضوع سابق، هو بيتكلم هنا بلغتنا البشرية، إن عايز يقول إن الله منذ الأزل يعلم. والعلم هنا علم الله ده ينطوي على أو يحتوي على المعرفة، والمعرفة تعكس المحبة. محبة الآب ليا في الفداء، نعم هو لو ما حبنيش هيفديني ليه؟ ليه يرسل ابنه؟ ليه خطط ليه الفداء؟ ليه؟ ما هو مش أنا مش فارق معاه. بالعكس، إزاي ما فرقش معاه؟ مش هو الخالق؟ بيقول عنه بولس في افسس 3 الذي منه تسمى كل عشيره. فيها ايه معنى تسمى؟ يعني هو الاوريجن، هو المصدر بتاع كل الخليقه ديت، بيحب كل الناس. انا بحبهم ما بحبهمش مش دي القضيه، هو بيحب، هو ما يعرفش غير يحب، هو يكره الخطيه لكن يحب الخطاه. فعندنا الثلاث اقانيم، الاب بمقتضى علمه السابق بالنسبه لنا لاننا ندرك الزمن سابق واني ولاحق، هو يعلم كل شيء. خلي بالك علمه بكل شيء ده مش معناه انه حدد ليه قراراتك. مهمة دي، علمه السابق مش معناه انه حدد قراراتك. ده انت عارف اي اب واي ام هنا قاعدين معاه بيشاهدونا، لو انت لقيت ابنك ما بيذاكرش، علمك ان هيقول ان هيكون الواد ده ايه اللي هيحصل للواد ده او البنت دي؟ هيسقط.
طب هل انت علمك بالامر ده بيحدد ان هو هيسقط وينجح؟ لا، هو طبعا ممكن ابنك او بنتك ما يذاكروش طول الوقت ويخش يعمل ايه في الامتحان، يخش يغش. عارفين انت المبدا يعني كده بتاع ايه، انه يدخل كده. علمي لا يحدد المستقبل، ما يحدد. انا مش الله يا جماعه كلي مطلق السلطان، بمقتضى علمه مطلق السلطان، لكنه في سلطانه ترك للانسان حريه الاختيار. عارفين يا جماعه لو الرب كان ساب ادم وحواء عباره عن عايز اقول ايه، اجسام متحركه كده ومتحكم فيهم متحكم فيهم، ربنا كده بيقول لنا انا كده انا خايف، انا عايز اسيطر. ربنا اطلق لادم وحواء القرار، انتوا براحتكم، كلوا من الشجره ما تاكلوش من الشجره، اعبدوني ما تعبدونيش، ده موضوع قراركم، انا عايزكم تعبدوني، اختار الحياه، اختار البركه، لكن انت اضعت امامك الحياه والموت وبراحتك، اختار الحياه انا بنصحك لكن براحتك. فعلم الله وقدرته غير المحدوده، السوفرينتي بتاعته، قدرته غير المحدوده، لم تسلب حريتي. طب نمره 2، لان قدامنا بس 9 دقائق. بيقول ايه؟ مش بس علم الله الاب السابق، اي محبته ليا، معرفته بشخصي، لكن كمان الروح القدس عمل ايه يا جماعه؟ تقديس الروح. ايه تقديس الروح؟ كذا امر. الامر الاول تبكيته، يبكت الخاطي، لولا تبكيت الروح القدس ليا ما كنتش انا ربيت المسيح، بس ده ايضا قبول المسيح معتمد على قراري. طب تقديس الروح معناه ايه؟ انه خصصني اكون له، فاصبحت من المختارين. عارفين ليه اصبحت من المختارين؟ لان المسيح هو المختار، وعندما ارتبطت بيه صرت من المختارين. اخواتي الاحباء، انا لا اؤمن ان الله اختار ناس لجهنم، مش معقوله دي تحصل، مش معقول، مش قادر اصدقها، مش قادر اقبلها. ازاي لما الرب يجي من يقبل الي لا اخرجه خارجا؟ فالمؤمنين بالاختيار المطلق يقول لك حتى لو قررت تقبل مش هيقبلك، هو خلاص اعدك تكون انيتها لك. ازاي؟ مش يعني دي، هو الانسان هو الذي يعد نفسه ليهلك، الانسان هو الذي يرفض تبكيت الروح القدس له. الله لا يشاء ان يهلك اناس، بل ان يقبل الجميع، الجميع الى التوبه. مش معقوله من حته لا يشاء ان يهلك اناس بل ان يقبل الجميع هنا، وفي حته تانية اختار ناس للهلاك واختار ناس للايه؟ للسماء. مش معقوله يا جماعه، مش معقوله، متضاربه مع بعضها البعض. تقديس الروح، تبكيت الروح القدس بكتني، خصصني له. نمره 2، عمل عمليه تطهير فيا، الروح القدس يطهر المؤمن. وعمليه التقديس دي يا جماعه عمليه مستمره، فايه اللي يحصل معايا؟ اطيعه، تقديس الروح للطاعه. طب واختم بقى حته اخيره وبعدين اسيب اخويا بهجت يختم معانا بالترنيم والتسبيح. اخويا بهجت انا اسف، خدت من وقت المشاهدين انه يستمتعوا بتسبيحك، فانا بعتذر. فلما الروح القدس يقدسني اطيعه، اطيع الرب، احيا في الطاعه، خضوع. طب ايه كمان؟ الابن بقى، اكنوم الابن، رش دم يسوع المسيح. هاليلويا، بتعزى قوي لما يجي يقول لي رش دم يسوع المسيح. المسيح رشاني بدمه، نعم، يوحنا الاولى 1:7، ودم يسوع المسيح ان يعمل ايه؟ يطهر من كل خطيه. بس هو ليه بيتكلم عن رش دم يسوع المسيح؟ لانه العهد الذي صنعه الرب عن طريق موسى مع الشعب كان برش الدم، كان برش الدم. لما تقرا معايا في خروج 24 من عدد 3-6، موسى عمل ذبائح وخد الدم في الطصوص اللي هو يعني الطباق، ورش الناس وقال لهم هذا هو العهد. ما عنديش وقت ارجع للمشاهد. حتى ان بولس وهو بيتكلم في رساله العبرانيين ان كل، بيقول كل شيء تقدس بالدم، بانه لازم يرش بالدم. حتى انه في شريعه البقر الحمراء انه رماد هذه العجله يرش على المنجسين فيعمل فيطهرهم. لكن عايز اقول لكم بقى حاجه جميله اتشجع قوي قوي بيها، في عبرانيين 10 مثلا عدد 22 بيقول فنتقدم بقلب صادق في يقين الايمان. ايه بقى؟ مرشوشه قلوبنا من ضمير شرير، مرشوشه بايه؟ بدم المسيح، ومغتسله اجسادنا بماء نقي. يعني جوايا طاهر برايا طاهر، قلبي ودوافعي ودواخلي نقيه، وبالتالي سلوكي كلامي وردود افعالي وافكاري ونظراتي كلها سليمه. ليه؟ لان دم المسيح طهرني، رش دم يسوع المسيح. هذا هو العهد الجديد يا جماعة، عهد لا ينتفي، عهد قدم المسيح نفسه بروح أزلي فوجد فداء أبدين ولا يحتاج أن يقدم نفسه مرة أخرى. ومن ارتبط بالمسيح صار في هذا العهد الأبدي، المسيح حافظه والمسيح معاه وهو ثابت في المسيح، اثبتوا فيا وأنا فيكم. بعدين بطرس بيختم الحتة دي وأنا هختم بيها كلامي في أول عددين، بيقول لتكثر لكم. تكثر يعني إيه؟ تتضاعف. تتضاعف يعني ايه؟ تتضاعف مش يعني زائد زائد زائد، لا مش مش 2 زائد 2 زائد 2، لا 2 في 2 في 2 مثلا، او 100 في 100 في 100، ده ضخم قوي.
ها تتضاعف لكم ايه النعمه اولا لان النعمه تحملني النعمه اقوم فيها النعمه اقيم فيها انا ببقى قاعد فيها وتشددني ولما النعمه تعمل فيا يكون لي سلام سلام مع الرب سلام مع نفسي سلام في الظروف سلام مع الاخرين تتضاعف لكم اخواتي الاحباء وليا واخواتي كلهم اللي في استوديو هنا تتضاعف لنا في هذه الايام النعمه وايه كمان والسلام اخويا بهجت قدامنا خمس دقائق تعال نرن تليمه مع بعض واستسمعك في دقيقه اخيره عشان اختم الحلقه اتفضل اخويا بهجت من أنا لأصير من شعبك من دعي عليهم اسمك عجبا هل دعوتني أنا لأكون ملكا لك سفكي دماء الحمال حبك يفوق كل خيال بجملة أباركك مجدا لك قد انشق الحجاب وأعلنت لنا سرك ألنا أصرخ يا أبا الأب مجدا فقد صرت لك مبارك اسم الرب مبارك اسم الرب هو الإله عظيم القدرة ينبوع في القفار وصخرة الأدار هو الإله المخلص الشافي غنوا غنوا هللويا غنوا هللويا غنوا هللويا غنوا هللويا هو الإله القادر العلي هو الإله المخلص الشافي الكائن العظيم إله إبراهيم يمنحنا السلام فهو رب السلام إلهنا زلي إلهنا بدي هو الإله المخلص الشافي غنوا هللويا غنوا هللويا غنوا هللويا غنوا هللويا هو الإله القادر عليه هو الإله المخلص الشافي